كثير من الأصدقاء راحوا قطاعات ناشئين، الأهلي تحسن كثيرا في هذه الأمور. في دلوقتي نادي زد عنده قطاع ناشئين محترم جدا، نادي حديث العهد وعنده قطاع ناشئين محترم جدا. أفهم وأعرف التفاصيل بتاع الاختبارات وإزاي بيتم الاختبارات وإزاي بيتم اختيار اللاعبين وكم عدد لاعب أو كم عدد اللاعبين اللي هم موجودين في الاختبارات، وإزاي بيتم أصلا وسط عدد كبير إنك تقدر تشوف مواهب أو ناس ممكن تبقى مؤهلة للعب في المستقبل، مع الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي زد. يا كابتن علاء مشرف ومنور. مساء الخير يا كريم، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور الدنيا. تمام والله الحمد لله. اليومين دول اليومين الصعبين جدا طبعا. قوي قوي كل حاجه والله. صح كده، وتلاقي بس تليفونك دوت مثلا عليه 4000 ميز كول و4000 مسج. تمام دي حقيقه. صح كده. والله طيب احنا فتره الاختبارات دلوقتي يا كابتن علاء، وانا كنت بادئ الحلقه النهارده ان في بعض الانديه ما بتشتغلش الموضوع ده باحترافيه، وسمعتني اكيد من شويه وقد ايه الموضوع فيه اذى نفسي لكثير من اللاعبين والاطفال. ازاي بتتعاملوا في هذا الامر، او الصح ايه في التعامل في مثل هذه الامور؟ كل موسم بيبقى عندنا اختبارات ناشئين، ايه التعامل المثالي؟ بص يا كابتن، انا سمعتك وانت بتتكلم طبعا. تمام، انت بتتكلم في حاجات حيويه جدا، وحقيقه فعلا كل الكلام انت بتقوله صح. تمام، احنا اولا احنا بنتعامل مع اللاعبين والاطفال زي ما حضرتك بتقول بطريقه احترافيه عاليه جدا. اولا مفيش حاجه عندنا اسمها استماره وتدفع فلوس اصلا مجانا. احنا مقدرين الحاله اللي فيها الناس. بيجوا بيبلا استماره اسماء بس كده، ومحددين في يوم الاحد والثلاث مواليد 2011 2012 13 14 15 اربع مراحل سنيه، والاثنين والاربع مواليد 9 و10 و11. انا لا عامل اختبارات 2003 ولا 2005 و6 ولا 7 ولا 8، لان احنا لو احنا عملنا كده يبقى احنا بنضحك على الناس. صحيح، لان المواليد الكبيره دي خلاص، اللي لعب واللي راح نادي واللي اشترك في نادي واللي اتقيد في نادي، صعب اللي انا اعمل ده كده انا بضحك على الناس. فانا بعمل للمراحل السنيه الصغيره مواليد 2009 و10 و11 وال12 لغايه ال15. تمام، ادي اول حاجه. اولا بيبقى في تنظيم، ببتدي بالصغير الاول اللي هو بيبقى بس مواليد 2015 14 و2011 في اليوم الثاني ببتدي بيهم، عشان خاطر الجو بيشد في الحراره شويه فبنلعب الاولاد الصغيره الاول. لما بنخش في الشمس بجيب الاولاد كلهم بقعدهم في اماكن في الظل عشان الولد بنحافظ عليه وبنديله وقته تماما. نمره واحد، مفيش مدرب يجرؤ يصفر قبل الوقت بدقيقه. احنا عاملين تايمينج لكل مرحله سنيه فيه لا يقل عن 14 ل16 مدرب ومدربين وحراس مرمى حوالين الملعب. بنختار بنشوف. انا كابتن كريم حضرتك، كل نادي ليه هدف مختلف. انا بالنسبه لي عندي فرقه. تمام، انا بحاول اشوف كواليتي اعلى من اللي عندي. طبيعي، ايوه، واخد بال حضرتك. وبالرغم من هذا اللي انا باخد اي لعيب بلاقي فيه، بص يا كابتن، من باص واحده بعرف ده لعيب ولا مش لعيب. ايوه تمام. بعمل ايه؟ انا النادي الوحيد اللي شغال في مصر. انا النادي الوحيد هخلص يوم 26/6 اللي هو قبل الوقفه بيوم، وهديهم الراحه بتاعتهم لغايه 1/8 يعيدوا مع اهاليهم، اللي عايز يروح يصيف مع اهله بحيث اللي هو يغسل الموسم كله ويرجع لي 1/8 في فتره الاعداد. تمام، انا اللي باخده من الاختبارات باخد عدد كبير بكارت بمضي انا عليه شخصيا، عشان الكارت ده بيخش بيه مع الفرقه فرقه النادي الرئيسيه. يعني مثلا 2011 باخد مثلا اليوم ده مثلا 8 9 10 اي عدد ما، وبينزل بعد الظهر او تاني يوم مع الفرقه الرئيسيه، بشوف الولد ده في وسط الفرقه الرئيسيه عامل ايه، اخباره ايه، زي اللي عندي، احسن من اللي عندي، اقل من اللي عندي، وابتدي اقيم عشان يبقى الولد خد فرصته تماما. أيوة، ويبقى انا ما اضحكش عليه. ايوه تمام. الفكره كابتن علاء، دايما اقول كده انه يعني انت روح شوفه، بس يعني شوفه بضمير، يعني شوفه باخلاص طبعاً، وشوفه طبعاً. بالاخر هو طبيعي كل واحد، انا ولي امر مثلا، انا شايف ان ابني ممكن يبقى كريستيانو رونالدو، كل واحد بيشوف اولاده كده او الطفل نفسه بيبقى شايف نفسه كده، بس على الاقل قيمني بشكل منطقي وصحيح وسليم وبشكل فيه احترافيه، مش اللي هو ايه
لا لا انت شكلك مش لا لا اصل انت ما جريتش كويس. ما هو اكيد التقييم ما بيبقاش كده، وانتوا اكيد خبراء في كده يا كابتن علاء، مش انا اللي اقول التفاصيل، اكيد انت بتحط معايير بتشتغل بيها. طبعا طبعا كابتن كريم، انا اقول لك جمله واحده. انا عملت قطاع الناشئين في نادي زد من سنتين من الاختبارات، وانا بعترف انا عملت قطاع الناشئين اللي هو النهارده من اقوى قطاعات الناشئين في مصر. انا عملته بالاختبارات، مش هضحك عليك. ممتاز، واخد بالك؟ يا ريت. مش ده اللي كان بيحصل زمان يا كابتن علاء؟ من زمان. أيوة. اي اجيلك دوت، مش هو كان الكشافين والناس اللي بتيجي واللعيبه اللي بيجوا كل حته، هم دول هم دول اساطير بتوع الكره المصريه. ايوه، واللعيب. وبعدين ايه بقى حضرتك، انا بعمل الملعب، بلاعب مثلا المواليد الصغيره اللي هم بيلعبوا ربع ملعب، بعمل بقسم الملعب اربع ملاعب، والبعد اولياء الامور، كل ولي امر، كل لاعب ليه اثنين او ثلاثه من ولي امورهم بيخشوا معاهم بيتفرجوا عليهم. بيبقى في النص الثاني الولي الامر مش شايف ابنه، انا بلعب شوط في نص الملعب ده، ونص الشوط ولي الامر برضه بيبقى شايف ابنه قدام عينيه ويقدر يقيم. ما يحسش ان في مجامله لمجموعه ومجامله ثانيه. خالص. واخد بال حضرتك؟ وبناخد انا واخد عدد كبير جدا من الموجودين، ونازلين اوريدي مع الفرقه الاساسيه اللي موجوده عندي، وببتدي اقيم في لعيبه كويسه وخدت ومضوا وطلبنا اوراقهم من اولياء الامور. واخد بال حضرتك؟ فانا بالنسبه لي في انديه بتأيد بال 40 لاعب، انا الماكسيمم بتاعي 22 25 لعيب. ممتاز. فانا بختار كواليتي معين او نوعيه معينه من اللاعبين عشان اكبر عدد ممكن لعيبه. طب كابتن علاء، هل حضرتك بتحط حد اقصى لكل مرحله عمريه في اليوم، يعني في يوم الاختبارات مثلا، ولا بتسيب اي عدد بيجي؟ لا بسيب اي عدد. انا عامل حسابي مثلا 2000 مثلا، ببتدي بالصغير 2014 و15 بيقدموا بيجوا النادي من الساعه 8 ل 10 من حقه اللي هو ياخد استماره واملاها. ببتدي ادخلهم اشتغل معاهم، وبعدين ابتدي من الساعه 10 ل 11 يبتدي قيد 2012 2013 اطلع دول وادخل دول. وبعد كده 2012 هم اخر مرحله من الساعه 11 ل 12 العدد كام، اقفل الساعه 12 العدد، دخل كله، والله لو اقعد لغايه 4 الصبح بقى لازم اشوفه ياخد وقته تماما. ممتاز. اختراب بقى كابتن علاء، المدربين اللي بيختاروا، انا عارف ان انت بتراقب على كل ده وبتشوف كل ده وبتتابع كل ده، بس اكيد المدرب ده كمان لازم يكون مؤهل جدا ان هو يختار المرحله العمريه دي. مش اي مدرب وخلاص، او مش اي اسم لاعب كوره او اسم بيعرف يدرب، بس المرحله العمريه دي ليها عين مختلفه. انا بقول صح ولا انا فاهم غلط؟ بص، انا الخص لك السؤال بتاع سؤالك حلو جدا. فضل. انا النهارده حضرتك، انا سمعتك بتقول نادي قطاع الناشئين نادي زد عامل قطاع ناشئين قوي، صح؟ صحيح. يبقى انا اكيد عملته بمدربين على مستوى عالي. علاء نبيل ما نجحش لوحده، علاء نبيل نجح بالاستاف اللي موجود. الاستاف اللي موجود مؤهل تماما. الاستاف ده هو اللي واقف على الاختبارات. وكل واحد واقف في المرحله السنيه بتاعته عشان عارف فرقته ايه واللي جاي له ايه. ممتاز. تمام. فانا كل السلبيات اللي حضرتك بتقولها دي حقيقه فعلا انا شغال عليها. ومش عايز ولي الامر يطلع زعلان، لان هو بيشوف بعينه المستوى بتاعه. وبعدين الاختبارات اللي بينجحوا معايا وبيروحوا مع الفرقه الرئيسيه، يعني مثلا انا امبارح ولي امر جالي قال لا يا كابتن بصراحه انا كنت فاكر لا الولد بعيد عن الموجود موجودين، وبتمنى لكم التوفيق. ناس جميله جدا. سلام. واخد بالك بالظبط. ببساطه يعني بس كده. وطبعا احنا في بنراعي طبعا الظروف الناس، ومفيش حاجه اسمها استماره ب 100 150 جنيه وعامل اختبارات 2003 و2004. وفي لعيب النهارده عنده 20 سنه يجي دي اختبارات يا جماعه، حكايه بتضحك على الناس. ايوه، عشان انت في الغالب مش هتاخد حد منهم اصلا. بس خالص. يعني فانت يبقى واضحه جدا ان انت داخل تاخد منهم استماراته وبس. بس كده. وفي ناس بتعمل الاختبارات بياخدوا فلوس في الاستماره، وبعد كده يقول لك ايه حاملين استثماري، واللي هيتقيد بيدفع مش عارف كام الف في السن الصغير وكام الف في السن الكبير. طب بتاخدوا ليه اصلا وبتعملوا اختبارات تاخدوا من الناس فلوس ليه؟ صحيح. ليه لازم يبقى في مصداقيه عند ولي الامر؟ عشان كده في ناس بتاثر على الناس الكويسه اللي شغاله بصراحه. ايوه. والموضوع محبط كمان جدا يا كابتن. انا بقول لك احنا اللي شغالين في الاعلام، ومتاكد انا اشكال اول حاجه قلت لك ايه، انت تلاقي عندك 4000 مكالمه. متخيل احنا بقى اللي شغالين في الاعلام كل يوم الاقي حد بعت لي مسج، انا ابني كان بيتدرب في النادي الفلاني وبهدلوه النهارده، انا مش عارف كان في مجامله، كان في واحد جنبه مش عارف ايه. كميه شكاوى كل موسم بنفس الطريقه يا كابتن. كابتن احنا حاطين كراتين ميه في الملعب عشان الاولاد يشربوا. حاطين كراتين ميه معدنيه عشان الاولاد يشربوا. ده طفل يا جماعه، ده طفل.
ولي الامر اللي جاي من هنا ومن هنا هو وبرضه وجايبين مكلفين نفسيهم مواصلات وجايين وهيروحوا تاني. يا جماعه لازم نراعي الناس دي. أيوة. لازم نراعي ظروف الناس دي. ايوه لازم يبقى فيها جزء انساني كبير. هو مش هو اكيد جزء رياضي كبير لمستقبل الكره المصريه. ولي الامر يا كريم لما يمشي يقول والله احنا كنا عند ناس محترمين، دي بالنسبه لي تساوي ملايين الجنيهات. صحيح صحيح، عشان حتى لو هو ماشي محبط انه ما نجحش مثلا في الاختبارات، على الاقل المعامله الجيده تخليه هادي نفسيا ما عندوش مشكله. طبعا وبنصورهم في الملعب وبننزل الصور بتطلع على صفحه النادي عشان الولد يروح يشوف نفسه. لا يعني بامانه يعني احنا ستايل تاني. يعني احنا بنشتغل باحترافيه وعارفين احنا بنعمل ايه مع مراعاه ظروف اللاعبين واولياء الامور و و و و و والحاجات دي كلها. فانا شايف احنا بنطلع من الاختبارات بحاجه كويسه جدا، وفي ناس اوريدي جابوا اوراقهم وموجودين معانا، وهنبتدي الموسم بتاعنا من ناحيه 8 يبقوا موجودين معانا. اضافه كويسه. صحيح. اضافه كويسه. صحيح. وهنعملها تاني في نص السنه، خلي بالك. دي حاجه عظيمه، ده خبر حلو، ده خبر حلو للساده المشاهدين اللي عندهم طموح ان هم اولادهم يروحوا يختبروا كمان. بس بتمنى الناس كلها وكده جميعا ان شاء الله الخير وشايفين على الموضوع الحلو ده، لان فعلا احلى جمله قلت في ناس بتاثر، في ناس شغاله كده وفي ناس شغاله كده، في ناس بتاثر على الناس اللي شغاله صح. صحيح. كابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير قطاع الناشئين بنادي زاد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبحييك كمان على الاداء المحترم يعني في قطاعات الناشئين تحديدا يعني. طيب.